يلا يا طفل يا صغير، بدي احطك بالحبس لانه انت بتشجع الناس الطيبين، واحنا ما بنحب اي حدا طيب، ومكانك هو بالسجن الى الابد. ايه السجن؟ لا لا يا الله، ما بدي، انا بدي اهرب للمدينة تاتي. هاي يا كوكب السعودية، انقذوني يا وطني ولا اي يا حدا بلدي. راح يسمعك. اسكت اسكت يا ولد، اطلع على الكوكب تبعك بعيد كتير كتير، ما اسمع. في اي حدا راح يسمعك. قبل لهم راح يجوا يساعدوني، لان السعودية يعني شعب طيب كتير كتير، وانا متأكد من هذا الاشي. واما الاسرائيليين انتو اشرار على الاخر. اطلع، انت بتقتلوا الناس البريئين في دولة فلسطين، فنهايتكم راح تكون الزوال والنصر للناس الطيبة. اسكت يلا ولا كلمة، انا ما بحب اسمع هذا الكلام الفاضي. يلا اسكت ادخل على الحبس، ولا اي حدا راح يساعدك انا متأكد، لانهم هم بخافوا يدخلوا على هذا المكان. اسكت، لا راح يجوا يساعدوني وانا متأكد. يا ويلي، شو هذا الاسرائيلي الشرير؟ وطبعا انا هو الايرون مان السعودي. يا ويلي، هذا هيو عم بطلق النار، وهي هون في حراس. صراحة المكان مرعب على الآخر. يا حراس، انتو يا حراس احرسوا كويس هذا المكان، واذا بيحاول انه يهرب او بيحاول انه يسوي اي اشي اطلقوا عليه النار على طول، ولا تخلوه يطلع من هذا المكان ابدا ابدا. يروح من هون، انا بدي اضلني اتدرب، وبدي اصير قوي، وبدي استنى عائلتي تيجي تنقذني. خليني بدي استكشف هذا السجن، ايش في بداخله. هاي هون في مرحاض، مرحاضين ثلاثه، وهاي هون في مكان لقراءه الكتب. خليني بدي اجرب اقرا. شنكح بنكح فنكح بنكح. ايه شو هذا الصوت اللي بسمعه؟ يا ويلي، هذا كتاب سحر بيخلي الارض تتكسر. ايه اخوي، يلا بسرعه بسرعه، تعال تعال اطلع اطلع قبل ما يشوفونا الحراس، لانهم راح يطلقوا علينا النار. تعال يلا يا حبيبي. والله انا كنت متاكد انكم راح تساعدوني. يلا هي اعطيني شويه بلوكات ساعدني. يا سلام، مثل هيك. دير بالك، اسمع، هذا السجن يعني عالي المراقبه وفي حراس بالاعلى. والله بعرف، علشان هيك انا سويت النفق هذا. اطلع اطلع، هاي الحراس فوق راسنا، لازم انه احنا شوي شوي نطلع من هذا المكان. اكيد اكيد، هاي اطلع، هاي انا بسوي نفسي مثل السحليه بتسلل زي هيك شوي شوي. هاي سوي زيي. يلا يلا، والله ما بقدر انا، لانه انا يلا خلص شوي شوي مركب جناح طيران. يلا خد انت، خد هذا الجناح علشان نطير ونرجع الى كوكبنا وعند بابا وماما. هدول شافونه ولا لا؟ هاي هرب السجين، امسكوه. يا ويلي، هرب هرب، امس اشرد اشرد يا صديقي، يلا بسرعه على كوكب السعوديه. وي يا سلام، هاي حاله طارئه، هرب السجين، هرب ايرون مان الفلسطيني السعودي. هرب 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 ايرون مان الفلسطيني السعودي، بسرعه الكل يمسكوا، الكل يمسكوا. تعال تعال، طلعوا طلعوا جهاز الانذار. تعال تعال بسرعه، خلينا ندخل لداخل الكوكب تاعنا. واخيرا هاي رجعت، شفت ماما وبابا وكوكبنا الاسطور اللي في قلبه علام فلسطين وعلام السعوديه. واو يا سلام، بابا ماما اعرفكوا على اخوي، هين انا طلعته من السجن زي ما انت حكت لي تماما. يا سلام، والله هذا شكله مثل شكل زوجي تماما. واو والله حلو كتير، يا سلام، انا كتير فرحان منكم لانكم انتوا اقوياء كتير وقدرتوا تهربوا من السجن الاسرائيلي. هاي ابن الصغير، انت بتعرف كل اشي، مين موجود باسرائيل؟ احكي لي عليهم علشان انا اخطط ونروح نهجم عليهم ونفوز. انا اللي بعرف مين موجود في داخل الكوكب الاسرائيلي. موجود شخصيه اسمها بنتن، ولكن هادي معها سيعه الامنيتريكس وبتستخدمها للاعمال الشريره. اوه يعني هدول اقوياء وبتحولوا الى فضائيين، بس خلص مش مشكله، انتوا خططوا كويس، بدي اياكم انتوا اللي تسووا هاي المهمه وتقضوا على هذا البنتن الاسرائيلي الشرير. نعم، هي اسمع، انت بدي اياك تتفق مع ابني يعني وتسوي خطه حلوه على الاخر. اكيد اكيد، راح نكون مثل هذه الصور دائما اقوياء، بندافع عن وطننا السعودي الفلسطيني. هاي تعال خلينا نجي لهذا المكان. ايه مين هذا الرجل؟ عندكم رجل؟ هذا العم حسين، انت ما بتعرفه؟ عم حسين السعودي، صار اسمه يعني بالسعودي عم ابو بندر. ابو بندر، يا سلام، هاي هيك علي اسهم صفرة، وهي هون مكتوب حسين. اهلا يا ولد، اهلا اهلا وسهلا فيك بكوكبك السعودي. انا هون العم ابو بندر حسين، بدي اسوي لك شغلات حلوه كتير، بس انت احكي لي بالاول ايش الطلب تبعك. هي انا بدي اطلب منك طلب واحد، واللي هو تدربني لحتى اصير قوي بحجمك، وانا وهذا نتدرب من مع بعض يعني لحتى ننتقم من الاسرائيليين لانهم وضعوني بداخل السجن. ايوه ايوه عرفت كيف، طيب ماشي،
التحدي رح يكون انه بدي كل متابعين الدولفين اللي بيشاهدوا الفيديو الان حطوا لايك واشتراك ويفعلوا جرس التنبيهات ويكتبوا بالتعليقات الله اكبر. نعم لحتى اجمل دولة فلسطين. يعني بدي القناة هذه توصل 100,000 مشترك. ويلا جاهز يا صديقي لحتى ينقلنا للتحدي. هاي يلا بدي اياك تنقلنا مع بعض للتحدي. يلا يلا انا كمان جاهز. يلا عمو ابو بندر حسين بدي اياك تنقلنا كمان شوية. يلا صديقي بدنا نعد للثلاثة ورح ينقلنا. جاهز؟ ماشي يلا 1 2 3 2 3. يلا يا سلام شو هذا، صرنا الان موجودين بساحة التدريبات وبدي اسبقك هذا تحدي الباركور لقوة الارجل وقوة التحمل. يا سلام وبا انا بدي اسبقك، شايف كيف؟ هيني انا الايرون مان اقوى منك بكتير بكتير. لا اسكت طلع، هي بقدر اخش اصلا، ما بدي ابلش من البداية. هذا باركور السلالم صعب شوية بس ما بدي استسلم ولا من مرة. نم 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 نم. هربوا يا اغبياء، كم مرة حقتلكوا؟ راقبوا المكان كويس وانت نايم كل الحق عليك. شو الحق علي؟ شو اللي صاير؟ ايش فيه؟ اسكت خليت السجناء كلياتهم يهربوا. هرب. هيو مهربوا من السجن. مين اللي هرب يا ويلي؟ لا تحكي لي ايرون مان السعودي هرب من هذا السجن. نعم هو تعالوا شوف كيف هرب، اطلع كيف عمل نفق وراح وما شافوها دول الحراس الاغبياء، كله منك انت لانه ما رقبت المكان. يا حارس ليش ما شفته يا غبي؟ والله ما بعرف كيف فيك تسلل من تحت الارض، يعني بعديها شفته طالع بالجناح. هي انت بدك تغضبني؟ واسمع علي يا بنتين، لازم انا وياك يعني نروح على هذا الكوكب السعودي ونستعيد السجناء ونقتل كل الناس الموجودة بالكوكب. ايوه نعم كلامك صح، انا بدي انتقم خلاص، يعني هربوه من نص الكوكب تبعنا وراحوا اخدوه، وبصراحة انا بدي انتقم، بدي اقتلهم كلياتهم لاني غاضب منهم. طب هي تعال خلينا انا وياك نروح للرئيس تاعنا الزومبي وهو ممكن يساعدنا. طيب يلا انزل بسرعة، خليه يتكلم هو علشان نشوف شو رح يحكي لنا. يلا تعال. احنا بنت الازرق الاسرائيلي ما بنسمح لاي حدا انه يهرب ولا انه يعني يشوه سمعتنا. اطلعوا هذا هو سيدنا، مرحبا. اوه اهلا وسهلا فيكو، ايش في؟ ايش صاير؟ ليش هيك مبين عليكو التوتر والقلق؟ هي قول يا صديقي. هرب ايرون مان السعودي من نص السجن تبعنا، واحنا بصراحه بدنا ننتقم، بدنا نرجعه وبدنا نقتل كل اصدقائه وكل عائلته. فكره حلوه كتير انكم تقتلوا العائله باكملها. هيني انا بدي اجيب لكم اسلحه من امريكا، بدي احط لكم اياها بهذه الحفره لانه كل دول العالم القويه مثل امريكا والمانيا بتدعمنا، بتدعم اسرائيل. يلا ابركادابرا، هي الصندوق اجا. ايه يلا واو طلع يا صديقي، استنى هين حملته. واو هذه في دروع واسلحه قويه يا حبيبي، شو هذا؟ بوم بوم يا ولد، لا تلعب بالاسلحه في هذا المكان، هدول بتستخدموها فقط للاعمال القتاليه. ايوه خلص حاضر يلا اسحك تلعب هون، بلاش اغضب منك العم الزومبي الشرير، وتعال الان في هاي الاسلحة بنقدر نهجم على الجيش تبعهم. هاي اسمع، اول اشي لازم نسويه انه نتسلل شوي بعديها بنقتل كل الحراس وبنكسر العالم، بعديها بنهرب. ماشي ايوه فكرة حلوة كتير، تعال معي اول اشي نجي شوي ونتسلل عشان ما يشوفونا واحنا قادمين. يلا هيني متخبي بهذا المكان يا حبيبي مثل ايك. جاهز؟ اسمع انا بقتل الصف اللي عندي وانت الصف اللي عندك، 1 2 3 بوم. يلا اقتلهم يا حبيبي، دمرهم تدمير. يا سلام ذبحناهم كلياتهم. يا ويلي رح تقتلني انا بسرعه، خليني اكسر هذه الدبابه يا حبيبي وكسر هذا العلم. طلع بدي امسكه هيك بايدي، هذا العلم ما بتكسر من هذا المكان. ايوه بدي اجيبه مثل هيك، بدي اسرقه وبدي اخده الى الكوكب تاعي. يلا خليني هيك بدي امسحه تتتتو، بطل في علم السعوديه. يلا حان الان وقت الهروب الى الكوكب الاسرائيلي. يا سلام والله انتقمنا منهم، شايف كيف؟ هينا احنا سوينا المهمة تبعتنا بنجاح وقتلنا كل الجيش السعودي. نعم هلا اسمع علي، لازم وفزنا. انا وياك نسوي خطة واتوقع ان لقيتها، اللي هي نجيب تعويذة اختفاء وبعديها نضلنا داخلين لحتى نستعيد الايرون مان الصغير ونوديه للسجن. والله الفكرة حلوة كتير، هي أنا بعرف إنه في عندهم هناك زوجة صغيرة وإيش أب، شو رأيك أنا وياك الآن نتسلل عليهم ناخد جرعة اختفاء وناخد إيش الآلة الزمنية ونحطهم بالسجن. طب يلا تعال ننزل للزومبي ونطلب منه يعطينا هذه التعويذات والأدوات. يلا تعال
شو هذا يا الله؟ سوري لساعات طويلة بهذا الباركور، خلص أنا بدي أستسلم، ما بدي ألعب. ولك يلا يلا، يعني انت بدك تخسر والله الان، بعدين بابا والماما بزعلوا منك. يلا طيب خلص لا تضرب. ايه يا ولد اندبيت منك، شو هذا والله انت مشاكس على الاخر. اسكت اسكت يا ولد، يلا سوي هذا الباركور، لازم انه نفوز احنا، انا قربت افوز عليك. يلا خليني احاول، بسم الله. والله هذا بعيد شوي، طلع بلوك بلوكتين ثلاثة ويك مرتفعة. اوبا اخ، شو هذا كيف عملتها انت؟ انا عملتها لانه قوي، وانا ما في اي اشي بمنعني. يلا طلع، وين انا؟ هيني وصل. استنى استنين يا حبيبي، لا تقفز على اخر واحدة. اوبا هيني سويتها، الان في قدامي طلع بلوكة لابس اسفنج، وفي صوف بكل الالوان. ايوة ايوة، لانه هذا التحدي. يلا يقفز يقفز، دا تفرج عليك كيف داك تقفز. يلا وي اي 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 حبيبي يا حبيبي، هذا مات والله، كسر اجري واقدام اندب من اعلى مكان في العالم لاهبط مكان. طيب خلاص مو مشكلة، حتى لو انا صرت لوحدي ما لازم نستسلم، لانه احنا السعوديين دمنا قوي وبنتحمل كل اشي. يلا خليني بدي اضلني جاي، وبدي اضغط على الزر، واحد اتنين تلاتة. ايوة هيني انتقلت، شو هذا المكان؟ اوه هيني عند العم حسين، مرحبا. اهلا اهلا يا ابني. اوه والله هيك انت سويت التحدي، حلو كتير. طيب وين اخوك التاني؟ صديقي واخوي هداك لساته بالتحدي، يعني هو بطيء شوي بالباركور. خلص خلص، طيب ماشي، بما انك انت فزت بالتحدي، صار مش عارف، سمعت اصوات اطلاق نار بالاعلى، يمكن يكون صار في حرب، روح وتأكد. اصوات اطلاق نار؟ لا 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 ما في اي اشي، خليني بدي اطلع وبدي اتأكد من اللي بصير. هيك دير بالك لا تغادر الكوكب، في صوت يعني غريب كتير. لا تخاف، بدي اطلع، مع السلامة. تعال تعال ارجع، الوضع خطير. لا 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 تخافوا، انا قوي على الاخر. هي بسم الله، وين راح علم السعودية؟ وين الحراس؟ ايه؟ يلا يا ولد، مسكتك مسكتك وعملت لك كمين، هيك انت الان راح تيجي معي وترجع على الحبس. ايه؟ يا الله شو هذا؟ والله انتوا الاسرائيليين اشرار كتير. هي بعدين هي مظلية. طيب الله ما بدي اروح. اسكت ولا كلمة، خلاص بدك ترجع على السجن، شايف كيف؟ هيني انا انتصرت عليك، يلا خلينا نطير بهاي الطيارة. يا سلام، شايف انا كيف؟ اسكت اسكت، ما بدي ارجع على السجن، احسن اشي اسويه اني انا اقفز من هذه الطيارة باستخدام هذا الباراشوت اللي معاي. يلا وي ايه هذا، هرب هرب. يلا يلا بدي انزل مثل هيك يا حبيبي، كيف بدي اهرب؟ إيه؟ وين انت وين انت؟ تعال لهون. وين؟ ايوه هيك هيك، ولا ارجع ادخل على السجن، ارجع. يعني بتحاول تهرب وتنزل على السجن؟ حتى لو ربت ما زبط، كان قصدي اهرب تاع الارض، قمت سقطت على هذا الكوكب بالغلط. شو هذا الحظ؟ حظك انت مش كويس. يلا يلا ادخل ادخل اسكت اسكت. هي اسمع علي يا حبيبي، طلعوا الطياره طلعوا الطياره يا جنود، ضبطوها ضبطوها، لا تخلوها زي هيك وشيلوها عن هذا المكان. والله صراحة هذا الاشي السيء. هي طلع طلع طلع، اسحب السلاح منه. هي طلع يا حبيبي، ايش بتسوي؟ ابعد ابعد، بدي اشطخك. ابعد. لا 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 ما، بس بدي اشوف في في بعوض على عينك، اسحب السلاح. ايه ابعد يا ولد، ابعد، في بعوضة في بعوضة، خليني اشيل لك اياها. هاي هي يا حبيبي، وين راح؟ تعال لهون. ايه انداب من كل العالم ورمى سلاحه الغبي. ايوه مات. يلا والان فرصة الاقتل الحراس. هاي لا ابعد ابعد، لا تقتلنا يا ولد، لا تلعب بالسلاح، نزل سلاحك قبل لا نطلق عليك النار. هاي يلا موتوا مثل هيك، كان بده يحطني بداخل السجن ولكن هذا الاشي ما زبط. ويلا الان انا اخذت السلاح تاعهم، بدي اول اشي اسويه افجر هذا العالم، ولا ايش بدي اسوي؟ بدي اضلني نازل، بدي اتكلم مع الفضائي. إيه فضائي هذا؟ هاي مرحبا يا اسرائيلي. ايه اهلا اهلا، مين انت؟ انا هو السعودي، واليوم انا جاي لحتى اقتلك لانك انت واحد شرير. لا لا خد لك، يلا بصير سعودي بصير سعودي. هيصير سعودي؟ طيب خلاص معناته خليني بدي ارجعه لقيد الحياه. نعم في طريقه هيك بحكيها هيك يعني حتى يرجع. يلا بي وارجع ارجع 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 لقيد الحياه. يا 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 حبيبي، والله هذا ما برجع لقيد الحياة، هذا شكله فضائي غريب على الآخر. خلاص معناته أنا بدي إيه رجع لقيد الحياة، بدك تصير سعودي ولا بدك ترجع تصير سعودي؟ خلاص أنا سعودي، أنا سعودي فوق فوق. نعم الكل لازم يحب السعودية، ويعني نهاية إسرائيل دوما الخسارة لأنها بلد ضعيف. هيني بدي أكسر العلم وقول تحيا السعودية وفلسطين.
تحيا السعودية وفلسطين وكل الدول العربية.